رأس الحكمة أكبر مشروع استثمار مباشر في تاريخ مصر. معانا على تليفون المهندس جمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك سيد يوسف، فرصة سعيدة. احنا أسعد والله، ومبروك علينا جميعا يا رب. فعلا مبروك على الجميع، مبروك على الشعب المصري، مبروك للقيادتين في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات. والحقيقة لازم أيضا تشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على ثقتها في الاقتصاد والاستثمار المصري الحقيقة، يعني دائما وأبدا مصر في قلب الأمة العربية، ودائما جمهورية مصر وجهة استثمارية مهمة لدولة الإمارات. ده صحيح. باشمهندس جمال، يمكن هنا يجي سؤال أهمية هذا المشروع الاستثماري العملاق للبلدين، للإمارات العربية والجمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية. طبعا ما في شك، الحقيقة العلاقة الوطيدة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية مصر علاقة تاريخية، ممكن نسميها أيضا توأمة بين البلدين، وما شهدها من مشاريع استثمارية. نحن ليس جديدين على السوق المصري. صحيح. تواجد تقريبا 2000 شركة إماراتية مسجلة في جمهورية مصر العربية، يظهر مدى اهتمام دولة الإمارات بهذا السوق وهذا الاقتصاد الحيوي. حقيقة تنعم شركاتنا وشركات الإمارات التي دخلت السوق المصري من نهاية الثمانينات أو بداية التسعينات، واليوم ولله الحمد وصلت استثماراتنا تقريبا متراكمة فوق 30 مليار دولار. الصفقة التي أعلن عنها بالأمس من جانب الحكومة المصرية معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حقيقة أرست هذه دعائم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تعطي زخم وللعلاقة الاقتصادية الاستثمارية بين البلدين وتدفعها إلى الأمام. مشروع ضخم جدا، تسمى عندنا في دولة الإمارات أم الصفقات، لأنه فعلا حقيقة الأكبر ما نشهده في الشرق الأوسط وأفريقيا. صفقة مثل هاي النوعية نعتبرها سيادية، رعاية بين القيادتين، بصمة القيادة المصرية والقيادة الإماراتية كانت واضحة وجلية. نبارك مرة أخرى، لأن فعلا سوف تعطي زخم أقوى للمستثمرين الآخرين، ليس فقط من الشرق الأوسط أو دولة الإمارات. أنا أعتقد راح يكون هناك اهتمام كبير من الصناديق السيادية في جميع أنحاء العالم في السوق المصري في السنوات المقبلة. يمكن ده كان هيبقى سؤال فعلا يا فندم، حول أنه بترى أنه بعد هذه الصفقة ما هو مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتحديدا في هذا القطاع، وتحديدا في هذه المنطقة، منطقة الساحل الشمالي الغربي بجمهورية مصر العربية. أستاذ يوسف، ما في شك الحقيقة المكاسب الاقتصادية، الواحد لما يفكر في هذه الصفقة يوم بعد يوم تزيد قناعة بأن هناك مكاسب ضخمة سوف تضخ في الشريان الاقتصادي المصري حقيقة منافع كثيرة وضخمة. ممكن نختصرها بأن المشروع يحول مصر إلى وجهة استثمارية عالمية. سوف ينتعش سوق الاستثمار العقاري الذي أصبح يقود النمو الاقتصادي حول العالم، كما شفنا في الصين ودبي. سوف يقضي هذه الصفقة حقيقة مباشرة على سوق الصرف الموازي، مما يدعم استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي كانت تتخوف من الاستثمار في جمهورية مصر العربية لوجود سعري صرف للدولار. أيضا ممكن أذكر أن العملة الأجنبية التي سيتم ضخها من خلال المشروع ستدعم بشكل مباشر باستكمال المشاريع القومية في جمهورية مصر العربية، وتعطي الحكومة المصرية حقيقة ثقة بأن تستمر في تنفيذ مشاريعها القومية. وأيضا المشروع لو نفكر في من ناحية العمالة، فرص العمل المباشرة والغير المباشرة، الحديث الآن يتعدى 1.5 مليون فرصة عمل محتملة بشكل كبير. لا شك، ما في شك أن في هناك أيضا السياحة، الأثر الكبير سوف يكون في هذا المجال. يعتقد ويجزم تقريبا بأنه سوف يكون هناك استقطاب أكثر من 8 ملايين سائح إلى جمهورية مصر بإذن الله. ما في شك المشروع ينقل يعني
خبرات العمالة المصرية في مجال الإنشاء المشروعات الضخمة، ولا سيما لازم أذكر مدى أثر الكبير اللي سيكون على الجي دي بي أو الناتج القومي المصري اللي يتوقع أن يزيد عن 12% من أثر هذه الصفقة. حقيقة الحديث يطول في هذا المجال، صفقة قادة، صفقة حقيقة أشرف عليها الحكومة بإتقان، أظهرت على الملأ بشكل حرفي، بشكل أيضا هندست بطريقة حقيقة ذكية جدا، وعرف عن المفاوض المصري بأنه ذكي وفي نفس الوقت يعني عادل في مفاوضاته. فأنا أعتقد مكسب لدولة الإمارات، مكسب لجمهورية مصر، مكسب للشعبين، مكسب للشريان المصري خاصة القطاع الخاص. طب يمكن سؤالي الأخير، وأنا مش عاوز أطيل على حضرتك وأعلم فارق التوقيت، مفترض أن حضرتك تنام من بدري، فأنا طبعا بشكرك جدا على أنك معانا، لكن سؤالي الأخير، هل كان من الممكن أن تتم هذه الصفقة وبهذا الحجم وبهذا الشكل دون وجود بنية تحتية بهذا الحجم، سواء إذا كانت الطرق، محطات التحلية، الطاقة، وسائل النقل الحديث، القطارات الكهربائية، فائقة السرعة إلى آخره، هل كان من الوارد أنه دون ذلك كله تتم هذه الصفقة أو تتم بهذا الحجم؟ سؤال ذكي استاذ يوسف. حقيقة وبأمانة ما قامت فيه الحكومة المصرية في السنوات السبع الأخيرة، اليوم نحتفل بهذه الصفقة بأن هناك بنية تحتية، هناك طرق على مستوى عالمي، هناك عمل جاد قامت فيه القيادة المصرية، عمل حقيقة أنا شهدت في العشر سنوات الماضية العمل الدؤوب الذي تم في المترو، في الطرق، في الهايويز، في حقيقة نبارك لجمهورية مصر قيادة وحكومة وشعبا، ما أظهرت للعالم مدى الرقي الذي تم في البنية التحتية المصرية. ما في شك المستثمر الأجنبي لو كان دولة الإمارات مؤمنة إيمان راسخ بأن السوق المصري واعد، البنية التحتية تسهل الأمر كثيرا. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 جدا، آسف على الإطالة وآسف أن احنا أخرناك. كل الشكر المهندس جمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ألف ألف شكر.